ثمن المشاركون في منتدى شباب العالم مضامين كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك خلال مشاركة سموه متحدثا رئيسيا في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كان لمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن إحلال السلام ودور قادة المستقبل في ذلك ردود فعل إيجابية من الحضور على كافة المستويات. فخامة الرئيس، أنت عندك رواية لشعبك المصريين، وروايتك للشعب المصري أن لا مستحيل في مصر. هناك أمثلة كثيرة وهناك نجاحات كثيرة، وكلما ازددنا شرف بمقابلة فخامة الرئيس مع سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه، إلا أن نحن نبتهج بمشاريع فخامة الرئيس الجديدة. فقد أثنى وزير الخارجية سامح شكري على تلك المشاركة البحرينية الفعالة ودور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإثراء فعاليات المنتدى. والله مشاركة بتشرفنا، والشيخ ناصر يعني شخصية محببة لدى كل المصريين كما هو جلالة الملك في قلوب كل المصريين محبة خاصة لما دائما يظهر جلالته كل أفراد العائلة الملكية من رعاية واحتضان لكل المواقف المصرية، فهي شيء نعتز به كثيرا، ومشاركة سموه في هذا الحدث هو تأكيد للعلاقات الوثيقة اللي بتربط بين البلدين والاهتمام بالمشاركة في الفعاليات لإسهام فيها، ولكن أيضا لإنجاحها وللإعراب عن هذه العلاقات والصلة الخاصة. وزير الشباب والرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي ثمن هو الآخر كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في أولى جلسات المنتدى، واعتبرها بمثابة إبراز للشباب لتحقيق أهدافه. الحقيقة الوفد رفيع المستوى وعلى رأسه سمو الشيخ ناصر دي حاجة بتهمنا جدا وتسعدنا، كمان الوفد الشبابي المصاحب غير وفد المسؤولين ليهم تواجد وحضور وتمثيل، والكلمة اللي احنا استمعنا إليها في الحقيقة من الشيخ ناصر بتعبر عن معاني كثيرة وكبيرة، سواء العلاقة الحميمة ما بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أو العلاقة في مجال الشباب والرياضة والفكر الثاقب، ودي إن شاء الله مستثمرة في حاجات كثيرة بإذن الله. نفس الأمر أكدته القيادات السياسية الأخرى في مصر، ومن بينها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مصر، ورأوا أن مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في فعاليات المؤتمر والجلسة الأولى هي تقدير من مملكة البحرين لهذا المنتدى وإثراء له. البحرين دي بقت جزء من مصر دلوقتي، ومصر جزء من البحرين، وأخواننا والصداقة والزمالة اللي ما بين ملك البحرين والرئيس المصري حاجة يعني تبشر بالخير، وإحنا هنقف جنب البحرين قلبا وقالبا في كل المواقف. وزي ما بقول لك يعني النهاردة وجود الشيخ ناصر النهاردة دي علامة مميزة أنه هو موجود في المؤتمر ويشاركنا ويشارك شبابنا هذا المؤتمر الرائع، فإحنا بنشكر ملك البحرين على إرسال الشيخ ناصر وسعداء بالعلاقة المتميزة بين البحرين ومصر. البحرين دولة شقيقة بنعتز جدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية مع البحرين، طبعا مشاركة فاعلة من سمو الشيخ ناصر، والحقيقة يعني ادى رؤية متكاملة عن دور قادة الدول في مجال السلام وعن دور الشباب بصفة خاصة، وتقديره الحقيقة للدور المصري لأكثر من مرة بيؤكد عليه وبيؤكد ان احنا مش احنا اللي هندي الدرس لمصر تعمل ايه، ولكن الحقيقه يعني المشاركه كانت مشاركه متنوعه جدا، وكان ادى رؤيه متكامله عن كيفيه وجود السلام الاجتماعي، كيفيه استثمار الشباب، ما تفعله البحرين في هذا المجال، وبالاضافه الى طبعا استفادتهم من تاريخ مصر في هذا المجال.
وكان لشباب مملكة البحرين المشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ رأي في كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الجلسة الأولى، وكذلك مشاركة المملكة في المنتدى. طبعا مشاركة مملكة البحرين في هاي المؤتمر مشاركة مهمة، كون نحن مملكة البحرين سباقين أيضا في إنشاء المؤتمرات والمنتديات اللي تخص الشباب وتخص المواضيع اللي قاعد تطرح في منتدى شباب العالم في القاهرة في مصر في شرم الشيخ، وتواجد كبار وصناع القرارات اللي في العالم في غرفة واحدة وكل الشباب موجودين في غرفة واحدة، هذه شيء مهم وشيء وايد 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 يعني اسمه تقول يأثر في كل شاب وشابة موجودين في الغرفة نفسها. وسمو الشيخ ناصر وسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشادوا بأن موضوع الإرهاب موضوع مهم، إحنا لازم ناس ما تقول نمحيه من فكر كل شاب وشابة في موجودين في القاعة. أنا أشوف المشاركة وايد حلوة، وأتمنى أن إحنا من خلال ورش العمل أيضا أن إحنا نفعل الدور أكبر، ويعني طبعا وحتى من خلال أول الجلسة اللي تكلم فيها سمو الشيخ ناصر كان التفاعل وايد حلو، وإن شاء الله الحين في الورشة القادمة يكون الدور أكبر للشباب إن شاء الله. هكذا لقيت مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، استحسانا وتقديرا كبيرين من الرئيس السيسي وكذلك من كبار الضيوف في ظل المحاور التي ناقشها. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من داخل قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.